يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وحلقه جديده من برنامج الترند اولى حلقات الاسبوع دايما بتكون حلقه مهمه عندنا فيها كواليس واخبار كتير بتتعلق بعدد كبير من الامور على مختلف الاصعده سواء محليا عالميا وقبل كل ده كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل والكواليس على مدار فقرات مختلفه من حلقه اليوم دايما بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، سؤال بيخص الاهلي والفريق الاول لكره القدم تحديدا والمباراه بتاعه بكره مع الاسماعيلي باذن الله تعالى ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها، وفي رايكم ايه هو التشكيل الافضل بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه؟ هننتظر تفاعل حضراتكم معنا في او من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا وهناخد تفاعلاتكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد من حلقات الترند المختلفه خلينا بس في البدايه نبتدي باهم وابرز العناوين تعالوا نشوف في ترند الاهلي الفريق يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهه الاسماعيلي وفي الترند المحلي اتحاد الكره يطالب بحضور خمسة ألاف مشجع لمباريات كاس مصر اما في الترند العالمي كاسيميرو يودع ريال مدريد بعد الانتقال لمانشستر يونايتد صفقه مهمه جدا طيب النهارده في عدد من المباريات واحنا عارفين دايما, دايما يعني في يوم السبت يبقى في مباريات في الدوري الانجليزي ومختلف الدوريات الاوروبيه وبالتحديد الدوري الانجليزي اللي هو الدوري الاهم بالنسبه لناس كتير جدا يعني فالنهاردة بداية الجولة الثالثة في بطولة الدوري الإنجليزي ابتدت بالتحديد في تمام الساعة واحدة ونص ظهرا ما بين توتنهام هامتون كانت مباراة يعني فيها سجال كبير جدا وهجمات هنا وهجمات هنا لكن توتنهام قدر ان يحسم الفوز وثلاث نقاط لصالحه عن طريق هاري كين بصناعة من تريزيتش فتوتنهام بيتصدر بطولة الدوري مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي مع نيوكاسل المباراه الثانيه او في عدد من المباريات اربع مباريات تحديدا بيتلعبوا في اللحظات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم الشوط الاول انتهى ما بين كريستال بالاس واستون فيلا بالتعادل الايجابي 1 واحد واحد جونين في اول عشر دقائق ايفرتون مع نوتنغهام فورست تعادل سلبي بدون اهداف فولم مع برينتفورد تقدم فولم بنتيجه 2-1 وليستر سيتي مع ساوثامبتون تعادل بدون اهداف ودي المباريات اللي ابتدت بالظبط الساعه 4 الساعة 6 ونص ماتش مهم لجماهير وعشاق أرسنال الإنجليزي اللي هيلعب خارج ملعبه أمام بورموس ماتش هيكون قوي وأرسنال بدين بداية مميزة جدا وعندهم ست نقاط من مباريتين والمباراة الثالثة فرص فوزهم كبيرة إنهم بيلعبوا فريق صاعد من الشامبيونز رغم ان مفيش اي اعتراف خالص بالموضوع ده في الدوريات الاوروبيه بتحديد الدوري الانجليزي ممكن فريق يكون لسه صاعد يكسب ارسنال يكسب ليفربول يكسب اي حد وشفنا فولم تعادل مع ليفربول في الجوله الاولى فكل شيء وارد في الدوري الانجليزي ده بخصوص مباريات اليوم في هذا الدوري المميز اما بخصوص الدوري الاسباني النهارده في ثلاث مباريات اوساسونا مع قادش الساعه 5:30 ريال مايوركا مع ريال بيتيس الساعة 7:30 وسيلتا مع ريال مدريد الساعة 10 بالليل. اما في الدوري الايطالي تورينو هيلعب مع لاتسيو ستة ونص أدونيزي مع سالينيتانا في نفس التوقيت وانتر مع سبيديا الساعه 9 الا ربع وفي نفس التوقيت ايضا ساسولو مع ليتشي دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات الاوروبيه تحديدا طيب خلينا نروح لفاصل الاول بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير وكلام مهم فاستنونا يلا بينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الحقيقه الحديث هيفضل مستمر عن المرحله الحاليه اللي ممكن يكون بيمر بها النادي الاهلي في اطار صعوبات كتير جدا على مدار الموسم وبالتالي تراجع كبير وواضح في مستوى او المستوى الفني لفرقتنا الفريق الاول لكره القدم فبالتالي ناس كتير بتحاول تستغل الوضع ده ان هي تهد في النادي بشكل او باخر للاسف ممكن يكون البعض منهم محسوب على ابناء النادي الاهلي للاسف الشديد يعني وفي البعض الاخر من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي بالمناسبه واقفين موقف محترم، واقفين موقف محترم، وهنا لازم نتكلم على أكتر من جزئية مهمة جدا، أول حاجة لازم نفرق ما بين الكبوة وما بين إن ده دروب ممكن يكون بيتعرض ليه الفريق. وأنا في اعتقادي الشخصي وكواحد من جماهير النادي الأهلي وبتشرف بكده جدا, جدا جدا، إن اللي بيمر بيه الأهلي دلوقتي ده دروب طبيعي جدا يحصل لأي فريق في الدنيا، أي فريق بطل. خصوصا لما يكون فريق عنده عدد كبير جدا من الالقاب المتتاليه ومسيره محترمه قوي مليئه بالانتصارات والانجازات على مختلف الاصعده سواء محليا او عالميا او افريقيا. فطبيعي ما فيش حد هيفضل في التوب على طول لازم هيحصل لك وقعه كده لازم تحس ان انت الدنيا بالنسبه لك مش متظبطه بس دي بتبقى بدايه لمرحله باذن الله باذن الله تكون جديده مليئه بكل اللي اتعودنا عليه من خلال نادي الاهلي ايه هو اللي احنا متعودين عليه داخل النادي الاهلي؟ فوز. القاب بطولات انجازات كل ده بالنسبه لنا حاجات عاديه احنا متعودين عليها بس مش بنشبع منها ما بنزهقش منها فبالتالي تحس ان الوضع غريب بالنسبه للاهلاويه دلوقتي وضع غريب بس باذن الله هيعدي بيكم انتوا بجمهور النادي الاهلي بس الاهم الاهم واللي جمهور الاهلي يكونوا متاكدين منه بشكل كبير جدا ان الاهلي كده كده هيقوم الاهلي كده كده هيرجع الاهلي مش هياخد فتره طويله في المرحلة دي الصعبة ده أمر مؤكد والتاريخ هو اللي بيقول كده مش إحنا التاريخ نفسه بيقول حتى لو الأهلي في كبوة ما بيقعدش فترة طويلة في الكبوة دي لا بيبقى في أخطاء بتصلحها بترجع بسرعة بتفوق أسرع وتقدر تجيب ألقاب وبطولات بس الأهم إيه بقى؟ لما الأهلي يقوم بإذن الله واحد أحد ويرجع ياخد بطولات قد كده ها جمهور الأهلي ما ينساش أنا عارف إن جمهور الأهلي مش هينسى المواقف اللي البعض من أبناء النادي وقفوا مع النادي بشكل جيد ووقفه حقيقيه والبعض الاخر اللي حاولوا يستغلوا فرصه زي دي عشان يهدوا في النادي وهو للاسف خيالهم خيالهم دماغهم مصوره لهم كده النادي ده ممكن يتم هدمه او هتبقى فرصه ان انت تقطع في ناس كتير وده امر يعني صعب جدا صعب إيه ده مستحيل حدوثه مستحيل حدوثه فانا براهن على جماهير الاهلي جمهور الاهلي ما بينساش المواقف اللي زي دي والتاريخ نفسه مش هينسى وهيجي وقت وافتكروا كلامي وانا بتكلم مع حضراتكم هيجي وقت قريب جدا مش بعيد الاهلي هيستفيق وهيبقى حاجه جامده قوي 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 وهتلاقوا الناس اللي بتحاول تنتقد وكل يوم تختلق عدد من الاخبار وكل يوم تختلق عدد من الاسئله والازمات للنادي والمسؤولين هتلاقيهم استخبوا تاني اتداروا بعدوا عن المشهد لأنه هم ما بيظهروش غير في التوقيتات اللي زي دي بس. فالمؤكد ان جمهور الاهلي مش هينسى الكلام ده. الحاجه الثانيه وهي رساله لعبة النادي الاهلي. هل انتم راضيين راضيين بالتقليل اللي بيحصل في اتجاهكم من البعض؟ اديكم بتشوفوا ممكن انديه بتفوز بدوري او مدير فني مثلا يعمل اداء جيد بتاع بيطلع السما في انديه ثانيه بيطلع السما افضل واحد في الدنيا في المقابل الأهل اللي كان بياخد بطولات قد كده مع مختلف المدربين كان بيتم انتقاده وبيتم انتقاد الفرقه وبيتم انتقاد اللعيبه وبيتم انتقاد الجهاز الفني اللي ممكن يكون بيجيب بطولات كتير قوي وقول اي اسم مدير فني ده اقل مدير فني عندنا جاب بطولات جاب بطوله دوري اقل مدير فني يعني على الراجل كان بيتريق او الناس كانت بتتريق عليه جايب بطوله دوري صعبه قوي تاريخيه مانويل جوزيه كم البطولات اللي جابها غير طبيعي ما تقدرش تعد عدد البطولات اللي جابها مانويل جوزي لما تيجي تعد هتتلخبط لازم هتتلخبط لان بطولات قد كده الراجل موسيماني الراجل موسيماني اللي كل يوم كان بيتقطع يقول لك ها ده واحد ها اه الله بيجيب بطولات كان البطولات دي حاجه يعني حاجه وحشه مع الاهلي بس هم يعني الناس معذوره لان الاهلي ده طبيعته ان هو بيجيب بطولات، يقول لك اي مدير فني هيجي هيجيب بالاهلي بطولات، اي مش عارف مين هيجي اصل اللعيبه كويسه. ولما يجي مثلا مدير فني ما يبقاش موفق يقول لك اصل اللعيبه وحشه، يا جماعه طب ما تفهمونا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ ما تقولوا لنا الوضع ايه بالظبط عشان نبقى فاهمين يعني. فهنا الرساله للجميع للعيبه النادي الاهلي بالتحديد. انتوا مقبلين على تحدي كبير جدا الموسم الجديد واحنا خلاص احنا بالنسبه لنا الموسم خلص أنا اصلا خمس ماتشات في الدوري الموضوع خلاص حسم لنادي الزمالك الفوز بطولة الدوري ومفيش اي مشكله خالص والاهلي عارف كده والناس مسؤولين في النادي وخدوا خطوات للبناء المرحلة المقبله وبيشتغلوا عليها ومحتاجه وقت وصبر فلازم لعيبه النادي الاهلي تبقى مدركه كويس قوي ان انت طالما لعيب جوه الاهلي طالما لعيب جوه الاهلي هتلاقي الناس تتصيد لك الاخطاء والناس بتتصيد لك الاداء بس لو وحش هتلاقيهم بيقطعوا فيك فانتوا لازم تردوا لازم تردوا في الملعب باي طريقه من الطرق طبعا بادائك الفني يعني بطريقه شرعيه اقصد يعني اداء كويس بعد فتره من الراحه بعد تدعيمات مؤكده هتكون قريبه جدا بعد عوده بعض المصابين بعد حاجات كتير قوي التوليفه اللي جايه هتبقى تقيلة جدا بإذن الله واحد أحد. فلازم أنتوا من البداية كده بداية الموسم المقبل تخلوا الناس دي تز... يعني تختفي من المشهد. لازم عشان ده حقكم وحق الجمهور الأهلي عليكم. اللي ليه حق إن هو يزعل ويتضايق بس خلاص دي مرحلة لازم نتعامل معها كلنا كمنظومة. ولازم نحاول... نحاول نخرج النادي من المرحلة الصعبة اللي زي دي. وباذن الله هيخرجوا قريب جدا زي ما قلت لحضراتكم. فدي رسائل مهمه وانا عارف جمهور الاهلي مش مستني رسائل من حد يعني، جمهور الاهلي عنده قدر كبير جدا من الذكاء ويعرف يفرق قوي ما بين الناس اللي وقفت جنب النادي في المرحله دي ومش هينسى خالص الناس اللي ما وقفتش جنب النادي واللي عملوا يعني حاجات غريبه جدا 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 من غير ما ادخل في التفصيل انتم عارفينها بشكل كبير. في ناس كمان ودي جزئيه ثالثه مهمه قوي. في ناس بتحاول ايه؟ تستغل الوضع الحالي مش شرط بقى يكونوا ابناء الاهلي خلاص احنا يعني انا قفلت القصه دي. لإن خلي بالك حتة أبناء الأهلي دي عدد قليل جدا، اتنين تلاتة بتاع مش مشكلة يعني. لكن أنا بتكلم على البعض اللي بيحاول إن هو يخلق حالة من الإحباط عند الجمهور الأهلي، عايز ياخد الأهلي كده وجمهوره يدخلهم في دوامة. دوامة دي مليانة بإحباط ومليانة كمان بانعدام الثقة، ودي نقطة مهمة أوي، انعدام الثقة ما بين الأهلي وإدارة ناديه. أو ما بين جمهور الأهلي يعني وإدارة ناديه. فدي محاولات بتفضل مستمرة خلال الفترة، هتلاقي عدد من الأخبار الغير حقيقية بالمرة. البعض بيختلقها عشان يصدر لك الإحباط ده. تقول بقى ده الأهلي بيقع والدنيا بايظة خالص طب والوضع إيه والحل إيه وكلام من ده وتدخل في حالة من حالات اليأس وحالة من حالات عدم الثقة والهجوم بقى ونخش في سكة مش بتاعة الأهلي خالص. خالص. فبرضه لازم ناخد بالنا من حاجات زي دي. لازم الثقة تفضل موجودة. وهي ثقه مش لما هتبقى موجوده مش هتبقى موجوده من فراغ لان الناس الموجودين دلوقتي وبصراحه مختلف مجالس الادارات نجحت مع النادي الاهلي بصراحه يعني هي منظومه السيستم لوحده بيمشي ف... لكن في بعض الاحيان في ادارات بتبقى بتقدر ان هي تنجح بشكل ملحوظ اكتر بكتير جدا فالاداره الحاليه جابت ارقام كتير جدا مع النادي جابت بطولات كتير جدا انجازات كل حاجه مش بقول لك ان بيغلطوش مفيش حد ما بيغلطش الناس كلها بتغلط مفيش حد فوق الانتقاد فيش حد ما عندوش سلبيات باعتراف الكابتن محمود الخطيب نفسه في الكلمه اللي قالها من خلال شاشه قناه الاهلي مؤخرا من اسبوع ولا 10 ايام تقريبا واللي قال احنا, احنا اكيد ممكن يكون عندنا تقصير ما ممكن يكون عندنا بعض السلبيات بس احنا عارفين هنعالج ازاي ده في حد ذاته اعتراف مهم جدا وبدايه للاصلاح بخصوص بعض النقاط القليله اللي ممكن يكون فيها سلبيات مثلا او ممكن يكون بعض او الاداره نفسها تكون شايفاها يعني فلازم الثقه تفضل موجوده لان الناس دي زي ما حققت انجازات طبيعي جدا ان هم مروا بمرحله صعبه علينا كلنا كمنظومه وبالتالي باذن الله هيرجعوا افضل من الاول فما تخليش حد ما تخليش حد ياثر بكلامه عليك خليك انت مقتنع ودايما راجع التاريخ وشوف الاحداث وايه اللي بيحصل مع الاهلي لما بيمر بمرحله صعبه زي دي وازاي بيقدر يرجع وازاي بيقدر يبقى افضل من الاول المؤكد باذن الله واحد احد بعون الله الأهلي هيرجع أقوى من الأول بكتير فعز ما احنا وحشين بالمناسبة واحنا بنعترف ان احنا وحشين بنعترف ان احنا عندنا قصور فني وكل الكلام من ده بس لو كان في شويه عداله كان ممكن تاخد الدوري بالمناسبه فدي جزئيه برضو مهمه لازم نحطها في الاعتبار لكن في كل الاحوال العنصر الاهم والاساسي اللي هيرجع الاهلي للطريق الصحيح وقريب قوي هو جمهوره الواعي والفاهم والذكي جدا جدا, جداً. فدي بعض الامور المهمه اللي حبينا نتكلم فيها وان شاء الله نتمنى للاهلي كل التوفيق في ما تبقى من مباريات في بطوله الدوري بالاهداف اللي محددها الجهاز الفني مع الاداره وده امر مؤكد جدا جدا بالمناسبه قبل ما اروح لخبر قفشه لو بتلاحظوا من ساعه ما الراجل كلاتنبرج جه وواحد بيحاول يتابع الماتشات في الدوري ويشوف هل في تغير ممكن نلحق نلمسه يعني في اداء الحكام انا ما متخيل ان التغير هيبقى سريع اه لسه في بعض الاخطاء مثلا زي ماتش المقاولين امبارح خطا في اعتقادي الشخصي كارثي الجون بتاع المقاولين كره في واضحه بنسبه مليون في الميه تم احتسابها بس المؤكد ان كلاتنبرج مش هيطلع يدافع عن الخطا ده هيطلع يقول احنا ده وطلع يعني هيطلع يقول احنا غلطنا واكيد هيعاقب الحكم اعتقد محمود ناجي في في الماتش ده او هياخد بقى تصرف ما هي هيحاول يعالج هيحاول يعالج ده مؤكد لكن اللي انا ملاحظه ودي حاجه مهمه جدا وهتفرق مع منتخبنا الوطني قوي 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 وهتفرق مع مستوى الدوري نفسه انه مؤخرا من ساعه ما الراجل ده تولى المسؤوليه رسميا ما بقاش في فاولات كتير وصفاره كتير في الملعب مش كل احتكاك الحكم يريح دماغه ويصفر ويشتري راحته مش كل احتكاك بيحصل كده دلوقتي بقى في احتكاكات بتحصل ومش شرط تبقى فاول في الحقيقه والكرة بتتلعب وبتستمر واللعب بيستمر والدنيا بتمشي عادي ده هينقل الدوري نقله ثانيه ده هيخلي منتخب مصر لان احنا عندنا عناصر كتير جدا محليه هي اللي موجوده في منتخب مصر والاقل اللي هم المحترفين اللي كده كده متعودين على الكلام ده هينقل منتخب مصر لريتم اعلى في الجانب الفني تحديدا الناس اللي كانت معترضه على تواجد كلاتنبرج لا النتائج اهي ابتدت تظهر ممكن بالمناسبه ما يبقاش موفق في الاخر بس احنا بنقول ملحوظه نتمنى له التوفيق باذن الله تعالى يعني في صالح الكره المصريه احنا مش عايزين حاجه ثانيه يعني. فدي برضو من الجزئيات اللي حبيت اقولها لان كانت ملحوظه جدا من ساعه ما كلاتنبرج جه المهم بس هيقولوا المناخ المناسب عشان يشتغل ما يبقاش فيه هجوم كبير جدا عليه من من اه الهجوم وارد بس من مين من الناس اللي ممكن تكون محسوبه على منظومه التحكيم واللي عايزينه يفشل هو عارفين الحرب ابتدت من الاسبوع اللي فات واحنا طلعنا في الحلقه واتكلمنا يعني طيب خبر قفشه النهارده خلاص بشكل رسمي واحنا كنا قلنا الخبر ده لحضراتكم من فتره ان قفشه اجرى جراحه فتق في جدار البطن ويتعافى خلال ثلاث اسابيع النهاردة. وأجرى الجراحه في احدى المستشفيات بمدينه 6 اكتوبر ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع افضل من الاول باذن الله ويرجع بسرعه قدامه تقريبا حوالي ثلاث اسابيع والنهارده كان الدكتور احمد ابو عبله زي ما حضراتكم شايفين في الصوره كده احمد ابو عبله وايضا ايمن اشرف دكتور احمد ابو عبله وايمن اشرف لاعب النادي الاهلي راحوا زاروا قفشه في المستشفى ودكتور احمد ابو عبله كده كده المفروض هو مسافر معسكر مع الفريق في اسكندريه عشان ماتش الاسماعيلي بكره بس كان حريص ان هو يتابع حاله اللاعب قبل ما يسافر مع الفرقه اللي بتتمرن دلوقتي وهيسافروا مباشره لمدينه الاسكندريه او بالتحديد برج العرب عشان يستعدوا بشكل نهائي لمباراه الغد امام الاسماعيلي قفشه من اللعيبه المهمه جدا جدا ولاعب لا غنى عنه ولاعب مؤثر وعلى مدار الفترات اللي فاتت كلها اه ممكن في بعض الفترات ما يبقاش في حالته وده طبيعي لاي لعيب لكن تبص على ارقامه تبص على اهدافه ومدى تاثيرها تبص على الانجازات اللي مع الفريق فلازم تسمن وتقدر في نفس الوقت واحنا كجمهور النادي الاهلي احنا اللي بنفوق لاعبتنا مش مش بنخلص عليهم معنويا مش هو ده جمهور الاهلي لازم نبقى واخدين بالنا من الحاجات اللي زي دي فنتمنى التوفيق ان شاء الله لأفشا وكل اللاعبين ال... يعني اللي فتره راحه كبيره حاليا في النادي الاهلي طيب خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل لسه عندنا بعض الاخبار تتعلق بفرقه الاهلي بتحديد الفريق الاول لكره القدم استنوا يلا بينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه خلينا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل القناة الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نطمن من خلاله على استعدادات الاهلي الاخيره لمواجهه الغد امام نادي الاسماعيلي يا توفيق مساء الخير مساء الخير زميل عزيز امير هشام تحياتي ليك ولكل مشاهدي الترند في كل مكان اهلا بك يا توفيق يعني قول لنا اخر الاخبار والكواليس اللي تتعلق باستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه الغد يعني حالا وانا معاك دلوقتي حالا جوه ملعب مختار التتش بالجزيره التقسيمه ده اخر فقره في التدريب الاخير للنادي الاهلي استعدادا للقطر الاسماعيلي زي ما قلت غدا باذن الله في التاسعه مساء على استاد برج العرب بمحافظه الاسكندريه في المباراه المؤجله من الاسبوع 18 في مسابقه الدوري العام يعني استعدادات على قدم وساق الفريق خد اجازه يوم واحد بس يا امير آه يوم الخميس واستعداد عاد تاني للتدريبات بالامس يمكن تدريب امبارح كان استشفائي للمجموعه الاساسيه اللي لعبت المباراه الاخيره وباقي المجموعه ادت تدريب قوي جدا وكمان حراس المرمى ادوا تدريبهم بشكل اكثر من رائع النهارده يمكن معظم اللعيبه موجوده في التدريبات في لاعبين طبعا مجموعه من اللاعبين بيجروا يعني تدريباتهم الاستشفائيه حسين الشحات طاهر محمد طاهر آه احمد نبيل كوكا ولكن باقي اللاعبين يعني من المجموعه الاساسيه واللاعبين الناشئين المتصاعدين من فرق الشباب موجودين في التدريب التدريب يمكن بدا بمحاضره فنيه للجهاز الفني في غرفه المحاضرات استمرت لنصف ساعة قبل النزول للتدريبات ومن بعدها كان بعض التدريبات البدنية ومن ثم الانتقال لتدريبات الكرة يعني على طول التدريب إن شاء الله بالكتير أو نصف ساعة وهينتهي ومن بعدها هيعلن الجهاز الفني بقيادة مستر ريكاردو سواريش قائمة المباراة أو قائمة اللاعبين المسافرين إن شاء الله للمبيت هذه الليلة في محافظة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة بإذن الله التوفيق يعني هل ممكن نلاقي اكرم توفيق في في القايمه النهارده ولا من بعد مباراه الاسماعيلي هو اكرم بالتحديد انا عارف انك هتسال عليه فهو موجود في التدريب ادى التدريب البدني بشكل كبير جدا موجود كمان في التقسيمه ولكن اعتقد انه ممكن يعني لو حتى شفناه بكره امير هيبقى في جزء قليل من المباراه واعتقد هيتم الدفع في يعني اكرم توفيق فيما تبقى من مباراه الدوري ولكن يعني حتى لو موجود بكره فهيكون موجود في جزء بسيط جدا من المباراه ده طبعا حق اصيل للجهاز الفني سواء ضمه للقائمه من عدمه طبعا رامي ربيعه كمان بر يعني برغم من ايقافه لحصول على ثلاث انذارات مش هيكون موجود في مباراه الاسماعيلي ولكن موجود في التدريبات وبيؤدي تدريبات بشكل اكثر من رائع كذلك احمد عبد القادر محمود متولي محمد عبد المنعم دي المجموعه المتبقيه من المجموعه الاساسيه اللي كانت عايده من الاصابات الفتره الاخيره فتم الاعتماد عليهم طبعاً بجانب مجموعه من يمكن المحترف الوحيد اللي موجود في التدريبات هو مكسوني طبعا بيرسيتاو مش موجود وديانج كان حصل يعني لحق ببقيه الفريق اللي حصل على اجازه بامر من الجهاز الفني لنهايه الموسم باذن الله لكن عاوز اطمنك على السادات والتدريبات يعني شغاله بشكل اكثر من رأى يمكن في حماس من مجموعه كبيره جدا من الناشئين يمكن غياب اكثر من عنصر عامل حاله حماس بين اللاعبين كل لاعب عاوز يحجز مكانه في التشكيله الاساسيه عشان جمهور النادي الاهلي يشوفه في ظهوره الاول بجانب طبعا المجموعه اللي بتتمرن مع الفريق بشكل كبير خلال الفتره القادمه مباراه الغد طبعا بغض النظر عن ترتيب الفريق النادي الاسماعيلي ولكن تتبقى مباراه كبيره ما بين الاهلي والاسماعيلي اعتقد اللاعبين عارفين كتير جدا اهميه هذه المباراه يمكن اتفرجنا امير على مباراه كاس الرابطه كانت ما بين الاهلي والاسماعيلي على نفس الملعب ده اخر مواجهه ما بين الفريقين وكانت بمجموعه من الشباب وشفنا ان هم بشكل اكثر من رائع كانت شهاده ميلاد لعدد كبير جدا من لاعبي الشباب في النادي الاهلي اللي كملوا بعد كده مع الفريق الاول منذ هذه المباراه طبعا كان ابرزهم محمد مغربي واحمد سيد غريب ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين ان شاء الله يكونوا موجودين بكره برده في المباراه يا أمير طب ده امر مهم جدا طيب هل في بعض اللاعبين اللي بيقتربوا من العوده من الاصابات وبالتالي ممكن نشوفهم في الملعب خلال الفتره اللي جايه ولا لسه خلاص بالنسبه لهم الموسم شبه انتهى يعني لا هو بالطبع في مجموعه قربت يعني ترجع من الاصابه لكن معظمهم من اللاعبين الاساسيين فالجهاز الفني هيفضل راحتهم لنهايه الموسم بحيث يبقوا برضو خدوا اكبر قدر من الراحه مع الفريق امير يمكن المجموعه اللي موجوده دلوقتي زي ما قلنا المجموعه اللي كانت عادة من الاصابات ما كانتش بصفه اساسيه فالجهاز الفني اكيد حابب يكسبهم يعني زي ما بنقول لياقه المباريات ويكونوا برضو كجزء مع الفريق ويشوفهم ويتفرج عليهم قبل نهايه الموسم ولكن المجموعه الاساسيه بالطبع حتى لو حد عدم الإصابة فالقرار محسوم إن هم لنهاية الموسم خارج حسابات الجهاز الفني للحصول على الراحة الكافية ما بين الدورين خاصة إن أنت بتتكلم في منتصف أكتوبر على طول أمير عندك سواء بطولة أفريقيا أو كمان بطولة الدوري العام فأعتقد الفريق له أكثر من ثلاث أربع سنين ما أو خد فترة إعداد فإن شاء الله دي تكون فرصة جديدة وبإذن الله تكون بداية جديدة للنادي الأهلي وبدال سنوات طويلة زي ما تعودنا إن شاء الله من البطولات والإنجازات يا أمير. مؤكد بإذن الله تعالى توفيق أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس الاهلي من داخل مقر النادي بالجزيره قال لنا كل التفاصيل اللي بتخص الفريق الاول لكره القدم قبل مواجهه الغد امام الاسماعيلي ان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ونتمنى للجهاز الفني كل التوفيق خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل اهلا بحضراتكم مره ثانيه تعالوا نشوف ترند الاهلي في ايه واهم واخر الاخبار اللي بتتعلق بالفريق من خلال صفحات المختلفه على السوشيال ميديا نبتدي باليوم السابع وحسام على تويتر واللي بيقولوا تعرف على نصيحه سوارش لدفاع الاهلي قبل مواجهه الاسماعيلي بالدوري يعني انا نقطه مهمه جدا في الحقيقه الراجل بيقول لهم طبقا اللي كاتبينه يعني اليوم السابع ان بيطالبهم بضروره الحفاظ على السجل الدفاعي الجيد للفريق خصوصا الاهلي لم تهتز شباكه في اخر ثمان مباريات محليه واتكلم على دفاع الفريق قبل مباراه الاسماعيلي غدا وهنا نقطه لازم نقف عندها طبعا هي حاجه ايجابيه قوي قوي ان الاهلي ما يخشش فيه اهداف يعني حاجه ايجابيه نتبسط فيها مش هنفرح طبعا لما يخش فينا جون يعني بس هو بصراحه الاهم الاهم جدا هو الجانب الهجومي ان انت ازاي تخلق افكار وحلول من خلالها تقدر تجيب اهداف فلازم يبقى في شغل على الجزئيه دي بشكل كبير وانا عارف ان الراجل اكيد عايز يشتغل على حاجه زي كده يعني هو مش مش مكتفي بس انه ما يخشش فيك اهداف يعني ممكن يكون جمهور الاهلي يقول لك انا ما يهمنيش يخش فيا اهداف المهم ان انا اجيب اهداف كتير واكسب ومنها حق المكسب فدي نقطه مهمه اكيد الراجل واخد باله منها يعني نروح لخبر اخر من خلال اليوم السابع برضه وسوارش يمنح الفرصه لاربع لاعبين في الاهلي قبل نهايه الموسم وانا بيتكلموا مثلا على مصطفى شوبير رافت خليل ومحمد احمد شرقيه واكرم توفيق خليني اتكلم بالتحديد على اكرم توفيق طبقا للمعلومه اللي عندي يعني لو هي صح ان اكرم توفيق بعد ماتش الاسماعيلي يبتدي يشارك في المباريات يعني احنا ناقص خمس ماتشات في الدوري ماتش الاسماعيلي بكره وبعد كده اربع ماتشات اكرم ممكن تلاقيه بياخد دقايق في الاربع ماتشات دول يعني فخلينا نشوف الدنيا ايه وهو الناس عايزين يدفعوا بيه بشكل تدريجي حرصا على سلامته وخصوصا ان هو راجع من اصابه كبيره جدا زي الرباط الصليبي مش سهله مش مش فجاه تبقى في الملعب وتشارك لا لازم تبقى الامور ماشيه بشكل تدريجي يعني فنتمنى التوفيق لاي حد هيشارك وان شاء الله باذن الله الامور تكون افضل خلال الفتره مقبلة مؤكد باذن الله تعالى يعني لسه مع اكرم توفيق ومرادي من الوطن سبورت وحسابهم على فيسبوك بيتكلموا عن اللي يحدد موعد مشاركه اكرم توفيق في مباراه الاهلي وان اكرم كمان هيظهر كبديل واحنا اتكلمنا خلاص في الجزئيه دي ووضحناها لحضراتكم خلينا ناخد خبر اخر لسه برضو مع اكرم في اهتمام كبير جدا باكرم لانه هو لعيب مؤثر في النادي الاهلي ولعيب مهم جدا في منتخبنا الوطني ولعيب الجمهور بيحبه بصراحه بسبب الروح الكبيره اللي بيلعب بيها في الماتشات و وحماسه الكبير وكلام من ده في بعض الاحيان ممكن الحماس ده يجي بنتيجه عكسيه بخصوص الاصابات وكده لكن ان شاء الله باذن ربنا يحميهم من الاصابات في الفتره اللي جايه يعني فمصدر بالاهلي البطولات قال لهم ان الجهاز الفني للاهلي يدرس مشاركه اكرم توفيق في مباراتي طلع الجيش وسيراميكا كليوباترا أه تحضيرا للموسم الجديد واعتقد دور اخر ماتشين في الدوري خلينا برضو نشوف ونترقب اكتر حد يقدر يقيم امكانيه او يحدد امكانيه مشاركه اكرم توفيق او الجهاز الفني يعني الجهاز الطبي طبعا أه في الجول وخبر بالنسبه لهم بيقولوا ان بيرسي تاو خارج مباراه الاسماعيلي ومهدد بالغياب لنهايه الموسم بيرسي تاو من الناس اللي حظها سيء جدا مع الاهلي رغم أنه هو لعيب عنده قدرات ومهارات مميزه ولعيب مهم لما بيشارك في بعض الاحيان بيبقى جيد وهو اصلا عنده الامكانيات يعني عنده الشخصيه و لكن للاسف الشديد مش موفق اصاباته كتير وكل الامور دي عطلته شويه لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه باذن الله مع النادي الاهلي خلينا نروح ليلا كورة وحسام على تويتر وبيتكلموا على ان في يعني بعض الامور اللي بتقترب من الحسم داخل الفريق الاول في النادي الاهلي قال لك مصير احمد سيد غريب ومحمد شكري وديانج وتوف الاهلي قال لك ان في عرضين لاحمد سيد غريب فعلا احمد سيد غريب عنده بعض العروض كاعاره الاهلي مش ما اعتقدش انه هيبيعه يعني هيطلع عار لو تم الاستقرار على كده بالمناسبه عشان الكلام يبقى واضح بس والاهلي كمان هيحسم موقفه طبقا لرغبه اللاعب من العروض اللي جايه لكن مؤكد زي ما قلت لكم ان هو هيكون اعاره محمود وحيد يقترب بشده من انضمام لطلاع الجيش برده كل الامور دي وارد ان يحصل فيها اي جديد وكلمه كمان على ديانج ان ديانج الامور بالنسبه له مستقره ومكمل في النادي الاهلي ومفيش حاجه هتحصل لان مفيش اي عروض رسميه وصلت وتاو بنفس القصه الامور برده مش متحدده بالنسبه له لكن خلينا نترك المسؤولين في النادي الاهلي يشتغلوا على الملفات دي بشكل كويس وفي الاخر ياخدوا القرارات اللي تكون في صالح الفريق باذن الله تعالى هنا عكس الخبر اللي فات وده من خلال مبتدا وحسابه على تويتر وقالوا ان خاص 2 مليون دولار تفصل ديانج عن الانتقال الدوري الفرنسي وبيقولوا انه في عرض وصل النادي الاهلي بخصوص ديانج بمقابل 4 مليون دولار الكلام ده يا جماعه غير حقيقي حتى الان فيش اي عرض رسمي وصل النادي الاهلي بخصوص ديانج وهو هنا كاتبين كمان ان الاهلي عايز 6 مليون دولار مش موافق خالص على الاربعه يعني ده لكن هو طبقا للمعلومات ان ما فيش اي عرض رسمي ممكن يكون كلام وكلا بالمناسبه يعني ممكن ده بيحصل على طول لكن عرض رسمي لديانج ما فيش اي حاجه وديانج الامور بالنسبه له مستقره واحد العناصر الاساسيه والمهمه جدا في تشكيله الاهلي باذن الله للموسم الجديد هنروح لفاصل بعد الفاصل نكمل اهلا بحضراتكم مره ثانيه خلينا ناخد الترند المحلي واهم وابرز الاخبار المحليه ونبتدي من اتحاد الكره بالتحديد من خلال الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك وبيتكلموا على ان اتحاد الكره هيبعت خطاب للاتحاد الدولي لكره القدم يطلب فيه ان يتم استثناء بطوله كاس مصر من البطولات اللي هي او يعني تكون البطوله الوحيده اللي تتلعب اثناء اقامه بطوله كاس العالم في قطر 2022 علشان يحاولوا ان هم يعني يقلوا ضغط الماتشات بعد انتهاء كاس العالم واحنا عارفين ان طالما كاس العالم بيتلاعب يبقى فيش اي ماتشات بتتلعب خالص في اي من الدوريات حتى لو منتخب مش بيشارك في بطوله كاس العالم فاحنا كده كده هيبقى عندنا كاس الرابطه شغال واتحاد الكره بيحاول مع الفيفا كأن هم يوافقوا لنا على ان كاس مصر كمان يتلعب في المرحله دي عشان يتفادى ضغط المباريات بعد انتهاء كاس العالم وعشان الموسم الجديد يبقى الامور بالنسبه له افضل شويه اتمنى يعني ان الفيفا يوافقوا يعني الوطن الرياضي برضه من خلال فيسبوك بيقولوا ان اتحاد الكره بيسابق الزمن لتحديد قريه الطريق وديات المنتخب انا عندي ثقه في الراجل ده بصراحه مش عارف ليه يعني حاسس ان هو باذن الله ربنا يكرمه كده وينجح مع منتخبنا المهم برضه الاجواء تكون متهيئه ليه بشكل كويس يعني فخلال الفتره اللي جايه هيحددوا موضوع الدوريات عشان يستعدوا للتصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه عشان 24 في ديفوار فان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق كان المفروض ان احنا هنلعب مع منتخب الارجنتين والماتش اتلغى وفي اتفاق مبدئي مع الاتحاد البلجيكي ان احنا نلعب بلجيكا احتكاكات والله كلها مهمه جدا حتى لو هنخسر كتير مش مهم المهم ان احنا ناخد خبرات من الاحتكاكات اللي زي دي يعني كنت اتمنى ان ماتش الارجنتين يتلعب برضو فخلينا نشوف ايه, إيه اللي هيحصل نروح لخبر اخير من خلال الترند المحلي ومن خلال كمان يلا كوره حسام على تويتر وبيقولوا ان في مصدر قال لهم ان اتحاد الكوره هيخاطب الامن لحضور الجماهير مباراه كاس مصر ويبقى باعداد محدوده يعني حوالي 5000 خمس 5000 خمس مشجع لمباراه كاس مصر احنا تقريبا ما فيش جماهير في ماتشات كاس مصر فاكيد برضه هتبقى حاجه مميزه لو تمت الموافقه وكل الامور متروكه طبعا للامن ده امر مؤكد يعني ده الترند المحلي نروح للترند العالمي واهم الاحداث والاخبار العالميه ونبتدي بيلا كوره وحسام على تويتر وبيتكلموا على ان صلاح ليه تصريحات بيقول عن حضوره الكاس العالم قال ممكن اكون موجود هناك انا سعيد لاقامه البطوله في دورة في دوله عربيه والوطن العربي باكمله سيدعمها واتمنى ان يقدموا بطوله جيده وتخرج بصوله بصوره لائقه هو اوحش حاجه بصراحه صلاح ان انت مش هتبقى موجود في البطوله دي ومنتخبنا مش هيبقى موجود في البطوله دي لكن للاسف حظنا كان سيء جدا يعني خلينا ناخد خبر اخر آه برضو من الترند العالمي نروح للمصري الرياضي حسام على فيسبوك هو مجنون حقا ده كان تصريح من يورجن كلوب اللي بيتغنى بتالق محمد صلاح آه مع بدايه الموسم والراجل جاب كاس آه الكوميونتي شيلد او كاس السوبر يعني مثلا او كاس الدرع الخيريه في انجلترا من خلال الفوز على آه مانشستر سيتي كمان ساهم لحد دلوقتي في ماتشين في بطوله ال الدوري ساهم بهدف وجاب هدف في اول مباراه مع فولام الماتش الثاني ما موفقين يعني تعادلوا برده مع كريستال بالاس واحد 1 لكن في كل الاحوال هو اشاد بصراحه واشاد ببدايته في بطوله الدوري السنه دي او من خلال الموسم مع ليفربول هو احد اهم العناصر في التشكيله وهو الاهم على الاطلاق طبعا مع عدد من اللاعبين المميزين في الجول بيتكلموا على حسابهم على فيسبوك ان الحفله مستمره ليستر سيتي يعلن رسميا تمديد عقد فاردي حتى عام 2024 لعب كم ماتش لعب 387 جاب 164 صنع 64 خد الدوري الانجليزي مره كسر الرابطه مره الدرع الخيريه مره لاعب العام في انجلترا مره وهداف الدوري الانجليزي مره وبردي كان في تقارير يعني خلال الايام اللي فاتت ان هو ممكن يروح مانشستر يونايتد ما اعرفش كانوا هيعملوا بيه الراجل خلاص يعني قرب يعتزل لكن مانشستر يونايتد خطوات غريبه رغم ان هم خدوا خطوه مميزه جدا متعاقد مع كاسيميرو وفي اعتقادي الشخص ان ده هيفرق مع مانشستر يونايتد قوي يعني لكن في كل الاحوال جيمي فاردي من اللاعبين المميزين طبعا واللي اكيد مهم جدا استمرارهم بالنسبه لجمهور ليستر سيتي هناك في انجلترا يعني. خلينا نروح لخبر اخر وده من خلال سبورت 360 على فيسبوك بيتكلموا على ان هاري كين يتخطى سيرجيو اجويرو ويصبح اكثر لاعب تسجيلا للاهداف لفريق واحد في البريمير ليج ب 185 هدف بعد ما جاب جون النهارده في ماتش ويلفرهامبتون توتنهام مع ويلفرهامبتون واسطوره تاريخيه الامير هاني هاري طبعا احد ابرز اللاعبين المهمين في الدوري الانجليزي اخر خبر معانا في الترند العالمي وهو بيخص كاسيميرو اللي يعني ودع جماهير ريال مدريد وداع مؤثر شويه وجمهور ريال مدريد وانا منهم بصراحه زعلانين شويه برحيل كاسيميرو لكن هي دي الدنيا الراجل عمل كل حاجه وحقق كل الالقاب وقدم اداء مبهر على مدار سنوات مع ريال مدريد فهو شاف أنه محتاج تحدي جديد بعد العرض المميز اللي جاله من مانشستر يونايتد وقال لن اكون قادرا على رد الجميل لريال مدريد لو عشت ألف سنه مقابل كل ما قدمته لي يعني، فرساله مؤثره من كاسيميرو هنشوف هل هيأثر فعلا مع مانشستر يونايتد ولا لا، بالمناسبه مانشستر يونايتد كمان بيفكروا او بيحاولوا يتعاقدوا مع توني الوين رايت بتاع اكس، واحد من اللاعبين المميزين، لاعب برازيلي مميز جدا، فهنشوف هينجحوا في كده ولا لا، اخيرا خلينا ناخد مشاركات حضراتكم على سؤال الحلقه وتوقعاتكم ليه تشكيل الاهلي بكره في ماتش الاسماعيل، نبتدي براتب صالح واللي قال خط الدفاع محمد عبد المنعم محمود متولي رامي ربيعه خط الوسط محمد اشرف محمد محمود محمد فخري محمد هاني خط الوسط الهجومي لويس ميكسوني زياد طارق خط الهجوم حسام حسن او احمد السيد غريب واكيد في حراس المرمى علي لطفي وربما يتم يعني اشراك مصطفى شوبير لكن انا بشوف ان علي لطفي عامل بصراحه ماتشات كويسه قوي بصراحه لازم لازم ياخد حقه الفتره اللي فاتت السيد محمد هبه قال ايه؟ قال مساء الخير عليك يا كابتن امير، مساء الفل على حضرتك في المرمى علي لطفي، خط الدفاع رامي ربيعه، متولي، عبد المنعم، كريم فؤاد، خط الوسط محمد فخري، محمد محمود لويس ميكيسوني وزياد طارق، خط الهجوم حسام حسن وصلاح محسن. نروح لخبر اخر، محمد نصر قال مساء الورد عليك يا امير، مساء الفل عليك يا ابو حميد. افضل تشكيله هو علي لطفي، عبد المنعم، متولي، كريم فؤاد، محمد اشرف، محمد محمود فخري، ميدو نبيل، زياد طارق، ميكيسوني، وحسام حسن او غريب. برضه من ضمن التعليقات محمد جمال الف حرس المرمى علي لطفي في خط الدفاع محمد شرقيه محمد عبد المنعم متولي في خط الوسط اشرف و محمد محمود فخري هاني في خط الهجوم احمد عبد القادر وحسام حسن وزياد طارق اخر تعليقين معانا بشكل سريع محمد العمري او العماري قال ايه قال علي لطفي عبد المنعم متولي ربيعه كريم فؤاد ميدو نبيل محمد فخري محمد اشرف زياد طارق واحمد السيد غريب واحمد عبد القادر يعني دي اهم وابرز تعليقات حضراتكم على توقعاتكم لتشكيله الاهلي بكره ان شاء الله الاهلي يكون موفق ويعمل مباراه كبيره ويقدر يفوز في مباراه صعبه امام الاسماعيلي دي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند ليس لدينا المزيد وغدا كل جديد في حلقه جديده بنفس البرنامج فاستنونا الى اللقاء